بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. صلى الله عليه وسلم. صلاة الجماعة شأنها شأن صلاة المنفرد، تجب فيها النية، ولكن صلاة الجماعة تزيد بنية أخرى، وهي نية الانتظام في هذا الجمع. هذه النية أنني سأكون مأموما وسأصلي خلف إمام في هذه الجماعة، لا بد أن تكون متوفرة عند من يريد أن يدخل في هذه الصلاة. كثير من الناس يظن أن النية يعني شيء آلي يقال التلفظ به. هو في الحقيقة النية يدل عليها قصدك وذهابك إلى هذه الجماعة. لا يشترط أن تقول أو أن تتلفظ اللهم إني نويت أن أصلي صلاة الظهر مثلا جماعة في هذا المسجد، وإنما يكفي أنك تذهب وأنك تدرك هذا الأمر وأنك تنويه بقلبك. إنما تكلم الفقهاء عن ذلك ليفرقوا بين من كان يصلي فجاءت الجماعة فصار في الصف. أيوة. تلقائيا، هل يكون في هذه الحالة قد صلى جماعة وهو واقف في الصف ولكنه لم يصلي أصالة مع هذا الإمام؟ هذا هو الذي يظهر لنا فائدة نية الجماعة، ومن هنا اشترطت نية الجماعة. فليس مجرد وقوفي في الصف، سواء يعني كنت واقفا فجاء الصف حتى وصل إلي، أو أنني صليت من غير أن ألتفت إلى كوني مأموما لهذا الإمام، فهذا لا يحسب لك صلاة الجماعة. مولانا، كنا نسمع البعض وهو بيصلي يقول لك نويت أن أصلي صلاة الظهر الجماعة، الله أكبر. هذا التلفظ بهذا الشكل، هل هي كيفية أو هل هي الشكل الذي أؤدي به أو أبدأ به الصلاة منتويا نية الاقتداء بالإمام؟ نحن إذا أردنا أن نتكلم في عموم التلفظ بالنية فهذا شيء آخر. جمهور الفقهاء يرون التلفظ بالنية جائزا غير منهي عنه، لأن التلفظ بالنية جاء جنسه في الشريعة في نية الحج بالتلبية، لبيك اللهم بحجة، أو لبيك اللهم بعمرة متمتعا بها إلى الحج، أو لبيك اللهم بعمرة. فطالما أن الشرع أتى بجنس التلفظ بالنية فهي إذن مشروعة، خاصة عند من يحتاج إلى التلفظ حتى يستجمع النية والقصد. بعض الناس يكون مشتت الذهن، فهذا يحتاج أحيانا إلى أن يتلفظ بالنية حتى يستجمع همته وقصده. مثل هذا يعني نص بعض الأئمة على أنه إن لم تتجمع نيته إلا بالتلفظ صار التلفظ في حقه مشروعا بل واجبا، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أما قضية أن التلفظ بالنية بدعة فهذا أمر لا يعرف عند فقهاء المذاهب المتبوعة، وإنما هو شيء أحدثه بعضهم بدعوى أن ذلك لم يرد، وهذا في الحقيقة خلل في تعريف البدعة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، بمعنى أنك مفهوم هذا الكلام أن من أحدث فيه ما هو منه، ما هو من جنسه، ما هو من فهم عموم الشريعة وقياساتها ومقاصدها فهو مقبول. أما أن توصف أعمال المسلمين بالبدعة بهذه السهولة والبساطة لمجرد أن هذا الشخص يعني لم يقرأ أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه فصار الأمر
بدعة ويهوشون بهذا ويبدعون عوام المسلمين كل هذه مناهج سطحية. أيوة. أولا لم تفهم النص فهما دقيقا حقيقيا، ولم تفهم سعة الشريعة، ولم تحمل أعمال الناس على الصحة مهما أمكن. هذا شأن المفتي، وهذا شأن المتصدر المتكلم في دين الله تعالى. فإن أعمال الناس خاصة إذا كانت عامة وصارت عرفا يعني منتشرا، غالبا تكون مستندة إلى أصل فقهي مما رسخته الحضارة في نفوس المسلمين. ونجد حتى الكثير من الأمثال وكثيرا من العادات لها أصول في الفقه، وإن لم يدركها السطحيون أو النابتة الذين تحدثنا عنهم قبل ذلك. فنرى مثلا عندما نستمع إلى أحدهم وهو يسرد لك أعراف الناس وأمثالهم ويعدها كلها إما حراما أو بدعة أو شركا في تصرف يدل على أن مثل هؤلاء لم يشموا الفقه بأنوفهم ولم يدرسوا دراسة ترضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وإن هذا العلم دين، فانظروا عمن هذا الأمر دين، فانظروا عمن تأخذون دين. إذن فلا بد أن نعلم أن قضية النية في التلفظ لا وجه لمن يقول إن التلفظ بدعة، لأن جنس التلفظ ورد في الشريعة، وقد نص على التلفظ بالنية جماعة من أتباع الأئمة فقهاء المذاهب الأربعة، ويشرع ذلك ويتأكد في حق من يتشتت ذهنه ويحتاج إلى التلفظ ليستجمع نيته وقصده.